السنة الدراسية نطلب من عذراء مريم هي تحمينا، تحميكم، تحمي أهلكم. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. نحن كثير مبسوطين إنه نحن التقينا عن جديد بعد غياب فترة طويلة. فدعوة لإلي ولإلكم نكون عم نشتغل بجدية وبنشاط فنقدر نوصل نتيجة كثير حلوة بهذا السنة. إذا نحن كورونا إجت وشاهد العالم تغير كثير اشياء بالعالم، بس شغلتين ما بيتغيروا. اول شغله اللي هو ايماننا بربنا بالعكس بيزيد اكثر، والشغله الثانيه هو الاحترام والمبادئ اللي كانوا عنا كمان عوده للنظام. متى تستعود المدرسه؟ ستعود من جديد ابتسامتي وفرح الأصدقاء، سنكمل بالتأكيد لن يوقفنا عناء. ستعود من جديد ابتسامتي وفرح الأصدقاء. أبي سيدي فأجي أشفيجي كأن مبسوطة جاية عن مدرسة لأنه رح أتعلم وأكبر وأشتغل. أنا كتير مبسوطة لما رجعت عن مدرسة لأنه بحب كتير المدرسة، بحب رفقاتي وبحب أدرس، بحب أجيب علامات منيحة. أنا مبسوطة لما رجعت عن مدرسة لأنه اشتقت لرفقاتي وصفي ومعلمتي. أنا مبسوطة لما رجعت عن مدرسة لأنه رح أرجع أشوف رفقاتي ونتعلم أحسن من الأونلاين. مبسوطة جيت على المدرسة لأنه شفت رفقاتي وشفت معلماتي وصرت أفهم أكتر. مبسوطة لأني رجعت على بيتي التاني ولحتى لي شوف رفقاتي ومعلماتي وأتعلم وأنجح وأطلع على صفي الجديد.